الحفتر سقطوا في الطائرة 3 من العسكريين الفرنسيين وقتلوا في الهليكوبتر، واعترف بها رئيس فرنسا وقتها بعد أن تم إظهار تلك الأمور عبر وسائل الإعلام الليبية، وخجل من الأمر ولكنه كذب على شعبه بأن هؤلاء يحاربون الإرهاب. والواضح جدا أن هناك حتى الآن علامات كبيرة جدا بدأت تتحدث عن فرنسا وتورطها حتى في عملية داعش ووجود تلك الغواصة الفرنسية التي أتت على بالقرب من ساحل البحر في سرت، وأظهروا بأنهم غواصة أمريكية تتعامل مع الأمر بأمن، ولكن بعد ذلك لا جايين لها هاي التفاصيل مع صواريخ جافلين. بس بالنسبة لتصريحات حفتر، تصريحات يحق يعني لفرنسا لا ما لا يحق للآخرين، هو يدرك ما يقول، يعقل ما أنا يقول. أنا أستغرب ذلك لأن الفرنسيين حقيقة هم يعني أرادوا أن يضعوا نفسهم بأبنائها من أجلنا توريطة ولا لا؟ توريطة حتى أيضا قال بأنهم يدعموننا عن طريق الاستخبارات وعن طريق التصوير المواقع وعن طريق الأمور هذه الاستطلاع، هذه توريطة. إذن معناها فرنسا منحازة، إذن فرنسا مشتركة في الحرب، إذن فرنسا لها وجود. التي تدعي الآن خارجية فرنسية والتي تضحك على أنفسها، لا تضحك على الليبيين، تضحك على نفسها عندما تقول هذه الصواريخ معطوبة. أيتها الوزيرة، صواريخ معطوبة يأتوا بها أكثر من 1000 كيلومتر ويضعونها هناك، لماذا؟ هل للتصوير معها أم وضعها كمتاحف لزيارتها أم ماذا؟ الصواريخ سترجع بعد ذلك. أوضح الأمر عن توريط ماذا؟ قالوا بأن هذا السلاح لمجموعة مسلحة فرنسية، ولذلك أيضا هذا يدل على أن فرنسا مشتركة في الحرب. وما قاله حفتر الآن هو يوضح هذا الأمر ويؤكده، بالرغم أن فرنسا تتهرب منه، حفتر أكده في هذا الشريط بالذات وهذا التسجيل الذي يجب أن يتم تمريره للعالم ليرى مدى وجود الوحشية الفرنسية في تعميم الفوضى في أفريقيا بالذات واستغلالها. فرنسا لا تمتلك ذهب، ولكنها موجودة من ضمن اللائحة من الدول الأوائل في الذهب لأنها تسرق ذهب أفريقيا. ولذلك أنا لا أعتقد، لا 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 أكون معناها بعيدا عن أن ما نسمع به الآن من عملية سرقة الذهب، منازم الذهب التي على الحدود الليبية التشادية، إلا وجود فرنسا فيها.